وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوج اثنين اثنين وأهلك إلا من سبق
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى وكان في معزل ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم قال قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم
وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في مغزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيض الماء وقضي الأمر. وغيض الماء ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه فلا تسألني ما ليس لك به علم. فلا تسألني
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم اعبدوا الله ما لكم من
إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم يرسل